الله الله على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها الله الله حين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا وسلي بسمة الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أصغر العلماء بفر طول ما تشاءتنا بدعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله فقالوا لا يقتضي الفور لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول. شوف هم فكروا ربنا عايز يريد مني إيه؟ الله يريد مني إيجاد الفعل أوجدته في الساعة الأولى أو في الساعة الثانية أو في الساعة الثالثة لا فرق حيث إن الله لم يبين لي وقتا يبقى ربنا بيقول لي سبح هسبح الساعة 1 زي الساعة 2 زي الساعة 12 امتثلت الأمر في أي وقت لا بأس طبعا البدار لا يعني المسارعة إلى امتثال الأمر أفضل ولكن هل عدم المسارعة هل هذا فيه إبطال للأمر؟ لا يبقى فيه سعة يبقى لا يقتضي الفور هم حتى اختلفوا في الحج أنا دلوقتي معايا فلوس الحج استطعت هل يجب علي الحج على الفور؟ قالوا لا على التراخي ده في شأن الحج يبقى دي لها أمثلة في الفقه واضح؟ هل يجب على الفور؟ قالوا لا يجب على الفور إيه؟ ولكن يستحب التعجيل في فرق كبير الأول هيضيق على الناس لازم دلوقتي طب لما همش دلوقتي إيه اللي هيحصل؟ يبقى أنت عاصر يقول له لا أنا والله أنا ما فيش مشكلة بس أنا أطمن على البنت بس أجوزها وإن شاء الله حج يا حج وحد ضامن عمره ماشي بحد ضامن عمره بس أنا يعني أنا مسؤول هذا واجب علي على الفور بنتي مسؤول منها أمام الله سبحانه وتعالى على الفور ودائما وأبدا لكن الحج ربنا سبحانه وتعالى يسر فيه من استطاع إليه سبيلا وأنا الآن مشغول بابنتي فمش مستطيع مش هعرف ما فيش حتى مخ حاضر أجوز البنت وأتوكل على الله هل ده آثم عند الله؟ لا على القول الذي قال أنه على التراخي ليس على الفور يبقى الأقوال الأصولية مهمة في الفقه لو قلنا أنه على الفور هتبقى في مشكلة في كثير من الحالات فقال إيه؟ لأن الغرض منه إيجاد الفعل أنا مطلوب مني أن أصلي مطلوب مني أن أصوم مطلوب مني أن أحج إلى آخره إلا ما دل الدليل زي ما قلنا على إيه؟ أنه هو في أوقات بعينه وقيل يقتضي الفور قيل للتضعيف هنا وعلى ذلك يحمل قول من قول من يقول انه يقتضي التكرار طبعا اللي قال يقتضي التكرار يتعمل هنا وهنا 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 عنده يقتضي الفور لان الزمن ده مش اولى من الزمن ده او الزمن ده مش اولى من الزمن ده يبقى هو يجب في كل زمن اذا يجب على الفور يبقى الذين قالوا انه يجب او يقتضي التكرار لابد ان يقولوا انه يقتضي الفور يبقى ما ينفعش واحد يختار من الاثنين اللي هيقول يقتضي الفور هيقول يقتضي التكرار على طول لكن ده غير الصحيح لكن الصحيح قالوا انه لا يقتضي التكرار ولا يقتضي ايه الفور ماشي والامر بايجاد الفعل امر به مساله ثالثه دخلنا في مساله اخرى في اي سؤال في المساله اللي فاتت بتاعه الفور مفيش امر به وبما لا يتم الفعل الا به كامر بالصلوات امر بالطهاره المؤديه اليه ما لا يتم الامر الا به هي دي المساله او ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب انا دلوقتي امرتك بالصلاه تروح تقوم تصلي انا هو ما صلي الله اكبر طيب اسالك هل انت متوضئ لا انت امرتني دلوقتي بايه بالصلاه
لا، نقول لك هذا عبث. إذا أمرتك بشيء فعليك أن تأتيه وتأتي ما يجب أو ما يصح به، ما لا يتم إلا به. الصلاة حتى تصح شرعا لابد أن تكون على طهارة. يبقى تقول لي حاضر، لما أقول لك قم صلي تقول لي أنا هو أستعد للصلاة بالوضوء، يبقى أنا أمرتك بالصلاة، يبقى إذا أمرتك بالوضوء أيضا. فهمت؟ فإن الصلاة لا تصح بدونها، وإذا فعل بالبناء المفعول أي المأمور به يخرج المأمور عن العهد. إذا صليت بقى وأديت الصلاة بما فيها من شروط وأركان وهيئات وكذا، فأنت قد خرجت عن العهد، خلاص المطالبة سقطت عنك. لما تيجي تقرأ كتابك يقول لك صليت يوم 7/7 الظهر في الأزهر، خلاص صليت، حتى لو كنت مشغول الذهن، يعني ذهنك مشغول زي حالتنا كلنا، لكن المطالبة مادام أديتها بفرائضها وأركانها فأنت قد سقطت عنك العهد، المطالبة يوم القيامة، بخلاف واحد نام عنها وقيل له صلي، قال له يا عم أصلي بعدين، فمات، مات وهو إيه؟ تارك للصلاة اليوم ده، يعني إذا كان مقصرا فيه. لكن إذا صلاها بما لها وما يشترط لها فقد أدى. ويتصف الفعل بالإجزاء، يعني إذا أداها بما فيها من شروط خلاص يبقى الفعل ده مجزئ، الصلاة دي مجزئة، أجزأته يوم القيامة. طيب دخلنا في باب جديد، الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. قال هذه ترجمة عنوان يعني جديد. قال يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. احنا قلنا نظرية الحكم أو في أول أصول الفقه معظم الكتب بخلاف الورقات، الورقات مرتبش ترتيبا يعني، فمعظم كتب الأصول بتضع هذه في المقدمات، فتتكلم أولا عن الحكم وأقسامه، ثم تتكلم عن المحكوم فيه والمحكوم به. المحكوم فيه اللي هو زي ما قلنا اللي هو الأمر، زي الأمر اللي احنا ذكرنا ده، والمحكوم به اللي هو التكليف نفسه، والمحكوم عليه اللي هو المكلف اللي هو هيذكره دلوقتي. فالمحكوم عليه ده كان حقه ان هو يتقدم في المقدمات. من يدخل في دائرة المكلف هيذكر دلوقتي. قال لك يدخل في خطاب الله يعني في التكليف المؤمنون، وسيأتي الكلام في الكفار والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. المؤمنون وسيأتي الكلام في الكفار والساهي والصبي والمجنون، يعني هفصلهم بعدين ماشي. كل دول غير داخلين في الخطاب. يبقى المؤمنون البالغون العاقلون هؤلاء هم المخاطبين بالايه؟ بالشريعة بالخطاب. أما الصبي والساهي والمجنون والكفار فدي قصة غير داخلين في الخطاب لانتفاء التكليف عنهم. قال ويؤمر الساهي بعد ذهاب السهو عنه بجبر خلل السهو كقضاء ما فاته من الصلاة وضمان ما أتلفه من المال. صليت العصر كان الساعة مثلا 6:30، صليت العصر لا والله ما صليتش، أنا أقوم إيه أصلي، جي يقوم يصلي لقى الماء قطع، خرج عشان يدور قال له ده الماء قطع في الحتة كلها، طب أعمل إيه؟ أتيمم؟ روح يدور على تراب، المهم إيه؟ المغرب اتدنت. ده ساهي أول ما وصل له الأمر بدأ يصل إليه كأن التكليف لا زال لسه وصل له دلوقتي، يبقى معاه وقت من أول ما وصل له الأمر، ساهي غير مكلف، ده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. أول ما ينتبه صار في حقه تكليف، قوم بقى اتحرك. لكن مش ساهي يقول لك بقى خلاص بقى الوقت هيخرج فاضل 10 دقايق، يا عم مش مشكلة نصليه مع المغرب، لا ما فيش حاجة اسمها كده. أول ما ينتبه يجب عليه أن يسعى في طلب الايه المأمور ده على طول، ده الساهي. يؤمر بجبر خلل السهو كقضاء ما فاته وضمان ما أتلفه من المال. هو ماشي
مش واخد باله مثلا في الحديقه بتاعته، ها عمال ايه يجني الزرع، فهو هو مش واخد باله ساهي، فدخل على حقل غيره جاره فأتلف زرعه. هذا ساهي غير مكلف، لا إثم عليه، لكن خلي بالك الاثنين لا إثم عليه، لكن يؤمر الأول بالامتثال الأمر ومصلي، والثاني بضمان ما أتلفه. مش معنى أن هو يقول له أنا لم أخذ بالي، لم أنا كنت ساهيا، ليس عليه ضمان، لا عليه ضمان. يبقى الشريعة لا يضيع فيها مال ولا دم، حتى لو لم يؤاخذ البهائم، يعني بهيمة تملكها سعت في أرض غيرك فأتلفت زرعه، أنت يجب عليك الضمان. مش تقول دي بهيمة طب نعملها إيه، وأنت أين كنت نائم؟ أنت يجب عليك أن إيه تحافظ على مالك ومال غيرك. والكفار مخاطبون بفروع الشرائع. الشافعية يقولون على أصولهم أن الكافر مخاطب بأصول الشرائع وبفروعه، وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام. يعني الكافر كل أدان بيدن يحاسب عليه يوم القيامة. ليه؟ جبتوا منين الكلام ده؟ هو كافر خلاص، هيتروح الشوي في النار وخلاص، ولا سيقف يحاسب على لماذا لم تؤدي الظهر يوم كذا، ولا لماذا لم تؤدي العصر يوم كذا. فقالوا نحن نقول إنه يحاسب على الصلاة. لماذا؟ قالوا لأنهم قرأوا قوله تعالى: ما سلككم في سقر. ده حال الكفار، قالوا لم نكن من المصلين أول حاجة، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فنكذب بيوم الدين دلالة على أنهم كفار، المؤمن غير مكذب، فده كافر. يسأل عن الصلاة وعن إطعام المسكين، فالشفهية دليلهم في الحتة دي قوي. لكن على كل حال من رحمة الله سبحانه وتعالى بقى أنه هو صحيح مخاطب، يعني الكافر ده كان الساعة 2 مخاطب بأداء الظهر والفجر اللي راح عليه ده، طيب دخل دلوقتي في الإسلام، الإسلام يجب ما قبله. يعني ما يجيش يسمع الدرس بتاعنا ده الكافر يقول لك يا نهار اسود، يعني أنا دلوقتي لو أسلمت يجب علي أن أؤدي كل الصلوات التي فرضها الله علي، والصيام رمضانات دي كلها 20 سنة من يوم البلوغ إلى الآن، ده الإسلام صعب أوي، أنا مش هسلم. نقول له لا بالراحة، نحن نقول ذلك ترهيبا وترغيبا، يعني ترهيبا من خوفك، نقول لك يعني ايه خلي بالك في الآخرة ده في حساب عسير فتخاف، فإذا دخلت الإسلام خفف عنك، فالإسلام يجب ما قبله، فليس عليك أي صلاة ولا صيام مما سبق، عليك بس إن أنت دلوقتي دخلت في الإسلام الساعة 2 صلاة الظهر، تصلي الظهر والعصر، ده لسه كده ايه كأنك لسه بالغ، هو الراجل عنده 40 سنة كأنه لسه داخل في ايه في البلوغ، ما فيش مشكلة. عليه بقى يؤدي كل ما عليه بعد ذلك ترغيبا له في الإسلام. قال: وفائدة خطابهم بها عقابهم عليها، إذ لا تصح منهم في حال الكفر. لأن بعض الناس اللي هم استشكلوا قول الشافعية دول قالوا لهم يا عم هيخاطب بالصلاة وهو أصلا غير مسلم، يعني دلوقتي لو هو لو سمع الأذان يخش يصلي؟ لا تصح منه. قال: لا، هو احنا نقول ذلك عشان الآخرة. يبقى هذه المسألة ذكرت زي ما قلنا كده عشان يعني نخوفه ونخوفه، إذ لا تصح منهم في حال الكفر توقفي على النية المتوقفة على الإسلام، هو مأمورهم بالإسلام حتى يصح منه الصلاة، ولا يؤخذون بها بعد الإسلام ترغيبا فيه. طيب، قال: والأمر بالشيء نهي عن ضده. الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن شيء أمر بضده، ده مسألة عقلية. دلوقتي قوم صلي، صلي ما تاكلش ما تشربش، ضد الصلاة. ما ينفعش تصلي وانت بتاكل. إذا أمرتك بشيء يبقى أمرتك بشيء ونهيتك عن ضده، مش لازم أقول لك
صلي ولا تأكل. لا، كفاية أن أنا أقول لك صلي بس، يبقى تقوم تصلي وتترك الأكل والشرب اللي هو منافي للصلاة. واضح؟ يبقى ده مسألة عقلية. الأمر بالشيء نهي، عندما يجيش حد يقول لي هو أمرني بالصلاة لم يأمرني بترك الطعام. يعني واحد فقيق شوية عايز إيه؟ يعني يعمل فيها نبيه. لا، نقول له لا، هذه ليست نباهة، هذه غباوة. لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده على طول كده. إذا أمرتك بشيء يقول لك تعالى، أنت لسه قاعد، أنا جاي أهو، ما ينفعش. يا تيجي يا تفضل قاعد مكانك. واضح؟ يبقى إذا قلت لك تعالى ولم تأتي فأخذ عصيت أمري. واضح؟ يبقى أنا تعالى وأنت مثلا بتقرأ قرآن أو أنت بتأكل أو أنت كذا، يجب عليك أن تترك ضد ما أمرك به. واضح؟ والنهي عن شيء أمر بضد، فإذا قال له اسكن كان ناهيا له عن التحرك، أو لا تتحرك كان أميرا له بالسكون، عكسه على طول ضده. والنهي استدعاء أي طلب الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، عكس الأمر على طول. يبقى النهي استدعاء طلب الترك، هناك طلب الفعل، هناك أقول صلي، هنا أقول لك لا تسرق، أنهاك عن أي أترك الفعل، ترك الفعل برضو من هو دونه على سبيل الوجوب، على وزان ما تقدم. يعني إيه؟ زي ما خدنا فيه الأمر. ويدل النهي المطلق شرعا على فساد المنهي عنه. خلي بالكم بقى، إذا نهيتك عن شيء فهذا دلالة بخلاف الأمر بقى على فساد المنهي عنه، سواء أنهي عنها. عندكم إيه مش واضحة؟ سواء أنهى عنها، أنهي عنها، ماشي، أنهي عنها لعينها كصلاة الحائض وصومها، أو لأمر لازم لها كصوم يوم النحر والصلاة في الأوقات المكروه. عندنا دلوقتي دايرتين، ربنا سبحانه وتعالى أمر المرأة الحائض أو نهى عن الصلاة والصوم، ونهى عن صيام الرجال والنساء بقى يوم العيد أو الصلاة في الأوقات المكروه. ده نهي وده نهي، ولكن هذا نهي من نوع وهذا من نوع آخر. هذا النهي لعين المكلف، المكلف هنا مقصود لذاته، نهى الحائض، لكن هنا مفيش مكلف مقصود لذاته، ده الجميع، ده عشان الوقت خارج عن المكلف. يبقى هنا المشكلة فيه أو المانع هنا في قائم بالمكلف، لكن هنا المانع هنا قائم في الوقت خارج المكلف. فسواء أكان النهي لعين المكلف أو لخارج أو الأمر خارج عن المكلف، فالنهي يقتضي الفساد. إذا وقعت الصلاة من الحائض أو الصوم، أو وقع الصوم من المكلفين يوم العيد، فهما فاسدان. واضح؟ فهو هنا بيقول ايه؟ سواء أنهي عنها لعينها كصلاة الحائض وصومها، أو لأمر لازم لها اللي هو الوقت، الصلاة لابد أن تقع في وقت، كصوم يوم النحر والصلاة في الأوقات المكروهة. يبقى ده سواء كده أو كده، على التقسيمتين دول النهي يقتضي الفساد. ما دام في نهي وهذا النهي وقع في العبادة، يبقى على طول العبادة دي فاسدة، لا تصح، حتى لو كانت في خشوع والراجل صام يا عيني، وكان يوم العيد ده يوم حر شديد
وهو يرجو به الثواب نقول له ولا أكنه موجود، لأنك الله نهاك عن صيامه وأنت صمته. فنحن العبادة، الله سبحانه وتعالى جعل العبادة ليس لأمر راجع إلينا، مش لذة بنحصلها من بنعبد ربنا زي ما احنا نريد، لا، نحن نعبد الله كما يريد لا كما نريد. فربنا قال ما تصليش الوقت ده، أقول له حاضر، وقت كراهة لا تصلي فيه حاضر، هذا الصيام صم كل يوم ما عدا أيام العيد حاضر. هذه هي العبادة، امتثال أمر الله، مش العبادة أن أنا أتعب نفسي في صلاة وصوم، لا، ده منها ولكن ليست هي فقط. واضح؟ يبقى نحن يعني الناس، بعض الناس تحزن يقول لك طب احنا عايزين نصلي يا أخي، ما ربنا سبحانه وتعالى جعل امتثال أمر الله في الامتناع عن الصلاة في هذا الوقت، هذه عبادة في نفس في ذاتها عبادة، لأنني إنما انتهيت امتثالا لأمر الله، حاضر يا رب. فربنا سبحانه وتعالى يوقع في قلبي رضا. واضح؟ ده بالنسبة للعبادات. قال وفي المعاملات إن رجع إلى نفس العقد كما في بيع الحصاة أو لأمر داخل فيها كما في بيع الملاقيح أو لأمر خارج عنه لازم له كما في بيع درهم بدرهمين، فإن كان غير لازم له كالوضوء بالماء المغصوب مثلا وكالبيع وقت الجمعة لم يدل على الفساد. شوية أمثلة كده عسل يعني. احنا مش هنطول، 2:30 إن شاء الله هننتهي. احنا دلوقتي خلصنا دائرة العبادات، في المعاملات ايضا نهي وارد من الشرع، قال لي انتهي عن هذه المعاملة. ففرقوا بقى، قال لك اول حاجة الى نفس العقد كما في بيع الحصاة. ايه بيع الحصاة ده؟ ما صورته؟ مين يعرف؟ ايه؟ لا، بيع الحصاة. اتفضلي. ما بيحصل في 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 بعض الملاهي وبعض الموالد، بيرمي طوق كده والحاجه اللي تيجي عليها ياخدها. هو بيع كان يتم، انا مش عارف انا هشتري ايه، هتمسك الحصايا دي وترميها، التوب أو الشيء اللي هيقع عليه خذه بـ100، فأنا مسكت الحصى وحذفته فوقع على ثوب بـ50 أخذه، وقع على ثوب بـ1000 أخذه أنا وحظ. هذا نوع من القمار ليس بيعا، لأن البيع يفترض فيه المبادلة والعلم بالثمن والمثمن. أما أن يعني أنا يعني حظي حسب يعني قدرتي على إلقاء الحصى، إذا جاءت نحو الثوب الغالي أخذه، وإذا كنت يعني ضعيفا لا أستطيع فأخذ الثوب الضعيف. إحنا المصريين بيقول لك إيه، سمك في مية. يعني سمك في مية؟ أقول له إيه، أنا هرمي الشبكة واللي يطلع بـ50. طب اللي يطلع بـ50 ده ممكن يطلع على مؤاخذة آسف يعني فردة جزمة حذاء، مش سمك، ممكن يطلع يعني 10 كيلو سمك، 2 كيلو، هذا غرر حرام. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، يدخل فيه بيع الحصاة. فهمنا بيع الحصاة يعني ايه، اللي هو بيع الغرر، بيع فيه غرر. طيب بيع الملاقيح او لام، ده بيع ايه؟ نفس العقد، عشان ده اصلا مش عقد اصلا، خد بالك ان ده العقد، البيع لم يتحقق، أنا أصلاً ما فيش مبادلة حقيقية، خلاص يبقى لا إيه على طول، ده مشكلة في العقد نفسه. أو الأمر داخل فيها كما في بيع الملاقيح. إيه بيع الملاقيح؟
بي ايه؟ الجنين وفي بطن امه. قول له هذه البقرة في بطنها عجل صغير، ابيعه لك بايه؟ بألف. طب ما ممكن يموت في بطنها، ممكن يموت هي وتموت هي وابنها، ممكن ما يطلعش مثلا يطلع يعني بقرة هو زي امه. فلا، ما ينفعش نبيع شيء مجهول، غير لابد ان نبيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. طب ما هو قرب اهو خلاص، لما ياتي اذا صار امامك وانفصل تماما عن امه اي شيء. افهموا بقى القاعده دي، العقود، الاصول، اصول العقود جميعا جاءت واركانها جاءت لرفع النزاع. اي شيء سيترتب عليه النزاع الشرع يرفعه في المعاملات. فانا دلوقتي انا اشتريته على اساس ان هو يعني حيوان ذكر فطلع انثى، او العكس كنت عايزه انثى عشان الانثى بياتي اللبن وياتي كذا، مش عايزه ذكر فطلع ذكر، نتخانق انا وهو، لا انا عايزه، انا عايز فلوسي، اريد مالي، خدعتني. قل يا خدعتك، انت قلت ليش اشتري ما في بطن هذه البقره واشتريته، فممكن نقتل بعضنا بعض. الشرع جاء لمنع هذا، فقال: يحرم بيع الملاقيح، اللي هو بيع بطون او الاجنه في بطون امهاته حتى يخرج منه، او لامر خارج عنه لازم له، كما في بيع درهم بدرهمين اللي هو الربا. الربا ان تبيع الذهب بالفضه من غير ان يكون مثلا بمثل، درهم بدرهم، دينار بدينار. طب ما فائدة ذلك؟ درهم بدرهم ودينار، ايه اللي انا استفدته يعني؟ اديتني دينار وخدت دينار، ايه انا عملت حاجة؟ ولا أي حاجة، صح؟ ما فائدة ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. ايه فائدة الحديث ده بقى؟ محدش فكر ولا اي حاجه، محدش سمعها حتى في الاذاعه. حاضر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد منا البشريه، النبي صلى الله عليه وسلم جاء عند نقطه فارقه، البشريه تستعد للنهوض من غفلتها الى العالم بقى المتحضر. معظم المشكلات الماليه تقوم بسبب المقايضه، ان انا اديك حاجه اقول لك والله كام الموبايل ده، تقول لي ده يعني انا اخده منك بعشر ازاز ميه، وبعد كده اخد انا الازاز الميه اللي صاحب اللي باع الموبايل ده يقول لي يا ربي ايه عشر ازاز ده موبايل ابيع بعشر ازاز، ده اتضحك علي. اخده بكام؟ بمئة ازازه؟ ما مش عارفين. لكن الموبايل ده بكام؟ بمئة جنيه. خلاص ادي المئة جنيه، وخدت المئة جنيه ودفعت بيها واشتريت بيها اي حاجه تانيه. وسيط التبادل اللي هو النقود، النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد منا ان نخرجه الى حيز التعامل. المقايضات في الجزيره العربيه كان بيحصل فيها بخس للفقراء، الفقير عنده بلح يا عيني مخزنه بلح يعني على قده كده، يروح عنده مثلا طن بلح وعايز قمح حتى اخبز، فيقول لك ماشي هديك 10 كيلو بالطن ده. ايه ده؟ طب ده ظلم، لكن هو لا يستطيع يعني ما عندوش يعني ما عندوش مال، ما عندوش غير شويه البلح. فقال له: لا، روح بيع البلح واحصل على مال واشتري ما تريد، لا تعطي هذا بمقابل هذا، في حتى لا يحصل ظلم نحن لا نعرفه من هو كده كده هو مضطر، فيذهب فعلا يجيب الطن ده عشان يحتاج القمح. واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي الى القضاء على المقايضه شيئا فشيئا، يقول له: لا، هتاخد ده بده يبقى ده زي ده عشان ما يحصلش ظلم، تمر بتمر. هتقول لك: بس ده الكيلو منه ب 12 جنيه وده الكيلو ب 6 جنيه، مالناش دعوه. بيع ابو 12 وخد الفلوس واشتري ابو 6. لكن ما تديش 12 ب 6 وتقول لي اصل هو ده يعني ده 2 كيلو ب 3 كيلو من ده ولا العكس، ماليش عرفك، ممكن انت غلبت. في ناس كتير شاطره في البيع والشراء تستطيع ان يعني تغالب الناس. يقول له: يا عم ده الكيلو ب 20 وهو كيلو ب 3 جنيه. فقراء يعني الناس معظم الناس لا يعرفوا البيع والشراء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا
على ألا يخدع الناس في البيع والشراء، فأمر الناس ألا يبيعوا ويشتروا بهذه الطريقة. لا، بيع الذهب بما يقابله قيمة ثم اشتري بهذه القيمة ما تريد. فهمنا؟ طيب، فإن كان غير لازم له، يعني إذا كان المشكلة في العقد في المعاملة دي غير لازم له، كالوضوء بالماء المغصوب، أنا هتوضى، الوضوء ده الغصب ده معنى قائم في المية، ده قائم في هذا الغصب، ماشي، والغصب ده مسألة يعني لحظية آنية، أنا دلوقتي غصبت المية دي خدتها من صاحبي، وبعد كده صاحبي قال اداني خد ادي الميه هي بتاعتك واستغفرت ربنا، فده غير لازم له، غير لازم لهذه المياه، فانا رحت اتوضيت بهذه المياه المغصوبه، المياه في نفسها لا تتغير صفه من صفاتها بالغصب، واضح؟ فالغصب هذا ليس لازم للمياه، ده صفه طارئه كده عارضه، ظرف معين طرأ على هذا الماء او على صاحب الاخذ لهذا الماء. فالوضوء بالماء المغصوب والبيع وقت الجمعة لم يدل على الفساد، واضح؟ يبقى إذن من توضأ بماء مغصوب صح وضوء، طب الغاصب حرام عليه، كذلك الصلاة في الأرض المغصوبة وهي عند أحمد باطلة، لكن الشافعية رأوا أنها جائزة، وهذا الغاصب يتوب إلى الله. قال وترد، أي توجد صيغة الأمر، والمراد به أي الأمر أي الأمر الإباحة كما تقدم أو التهديد. دي بقى ما يستفاد من لفظ الأمر، أقم، افعل، صلي، سبح، كل الأوامر دي هنستفاد منها عدد من المعاني المختلفة، احنا قلناها كده بسرعة في أول الباب لما قلنا أن الأمر يقتضي الوجوب أو غيره إذا كان هناك صارف. طب ما هو غيره بقى؟ ما هي الأمور أو المعاني التي يمكن أن أستفيدها من لفظ الأمر؟ قال لك الإباحة كما تقدم، أو التهديد، لما نيجي نقرأ القرآن ربنا سبحانه وتعالى يقول اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، هل معنى كده ان ربنا بيأمرهم يعني يأمرهم بالكفر؟ ابدا، اعملوا ما شئتم هذا تهديد لهم، زي ما واحد يقول لابنه كده ماشي اعمل اللي انت عايزه، افعل ما تشاء، لكن اذا بقى عاد الابن بخيبة الامل ورسب في الامتحان ماذا سيكون جزاؤه؟ سيعلقه في المروحة، صح؟ يبقى ايه هذه صيغة امر في ظاهرها الأمر، لكن مقصود بها التهديد، أو التسوية نحو اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، الله والعياذ بالله ربنا عافينا يخاطب أهل النار، اصبروا أو لا تصبروا، صبر أهل النار هل يعني له جزاء يعني ربنا يخفف عنهم من العقوبة؟ لا، صابروا أو لم يصبروا والعياذ بالله ماكثين فيها أبدا، نسأل الله العافية. أو التكوين، الأمر يصدر ويراد به التكوين، كونوا قردة خاسئين، يعني كونوا قردة خاسئين، ربنا يخاطب من؟ اليهود بني إسرائيل، كونوا قردة خاسئين، هذا الأمر صدر من الله، ليس مقصود منه افعل إن هو يتحول، هو مش هيقدر يتحول، ده الأمر هنا أي أن الله يحوله فعلا، يصيره قردا والعياذ بالله. لا، ايه؟ التسخير. يعني ايه تسخير؟ يبقى نشوف الكتاب. هنا التحويل، مقصود بها التحويل. كونوا قردة يعني حولهم إلى قرد. في أي سؤال؟ طيب ناخد برضو العام عشان انا يعني ايه قلت 2:30 ساعة كام دلوقتي عشان مقدم الساعة بتاعتي وتلت، عندكم مساحة في عقولكم ولا اكسرتوا عليكم؟
ها الأمر شورى. نقف ولا أنا أمامي ستة محاضرات حتى أنتهي من هذا الكتاب، وإن شاء الله سأخذ المحاضرة القادمة في يوم الاثنين آخر محاضرة في التوحيد، وأخذ جميع المحاضرات لغاية 17 إن شاء الله من هذا الشهر حتى ننتهي من كتاب أصول الفقه. فإذا كان عندكم يعني لسه في وقود نكمل، مفيش أنا ما فيش مشكلة. ها حياء، حياء يمنع من أي حاجة. ها أقول كفاية يا عم الشيخ، احنا بقينا بعد الثورة خلاص كل واحد يعبر عن نفسه، قولوا بقى حرام عليكم. مفيش ثورة بتاع اهو اقول من تونس صح؟ مش انت من تونس؟ تونس عملوا ثورة قبل مننا، فخلاص كفاية ناخد العام المرة الجاية. جزاكم الله خير. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر من الدنيا كمن واكثر، لو قلت وصفنا وش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصري مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا مشتاق لنسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله أصغر العلماء